السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هنبتدي نشرح مع بعض سلسلة الأوفيس. هنبتدي بشرح الوورد، وان شاء الله بعد ما نخلصه هنشرح الباوربوينت، وفي الاخر خالص هنشرح الاكسل المبادئ بتاعته. طبعا يعني احنا ازاي نعرف نتعامل معاه، ازاي نعمل فورمات لحاجة معينة. ويا رب تكونوا بس تكونوا مستوعبين اللي انا هقوله ان شاء الله، واي حد هيستفيد ان شاء الله من الشرح اللي انا هقوله. يا ريت ما حدش يستخسر ان هو شير الفيديو ده لاي حد من زمايله لو عايز يستفيد يعني، ويا ريت تدعموني بلايك، ولو ما حدش مشترك يا ريت يشترك عشان يستفيد ان شاء الله. وفي حاجات كتيره ان شاء الله هبتدي اشرحها الفتره الجايه باذن الله، واستنوني ان شاء الله في اول حلقه شرح الورد بإذن الله.